بتمنى البطريرك مارتشارا بطرس الراعي على الأحزاب بلبنان تغيير اسمه والبدء بالعمل السياسي من جديد. كلام الراعي أتى خلال احتفال أقامته رعية مار أنطونيوس الكبير بمدينة فول ريفر بولاية ماساتشوستس. وعادة بالحقيقة لما بيصير في هيك حروب طويلة مثل ما صار عنا بلبنان 36 سنة، عادة بهالدول حتى بغيروا أسماء الأحزاب، ببطلوا تقدروا يبلشوا من جديد، يغيروا الاسم، ما بيضموا على ذات الاسم. يمكن مرات الاسم هو ذاته بدهم جبرهم بتفكير معين وبمسعى معين. نحن بنتمنى تتغير حتى الاسماء ويقدروا يبلشوا خط جديد. الراعي تسلم خلال الاحتفال مفتاح فول ريفر من عمدة المدينة بحضور راعي الأبرشية الأمريكية وراعي أبرشية مرمرون بروكلين المطران غريغوري منصور وعدد كبير من الكهنة. البطريرك العظيم الياس لحويك وهاللي طالب بلبنان الكبير يستعيدوا كل أراضي المسلوخة من الأتراك وطالب باستقلال لبنان، وسألوها هونيك قالوا أنت طيب أنت شو طائفتك؟ قال لهم طائفتي لبنان. خطير يعني هاللي قالوا، لأنه هذا كلام له معاني. لما البطرك الماروني بيقول طائفتي هي لبنان، معناته أراد يتذكر الموارنة بنوع خاص أنه أنتوا مطلوب منكم بكل حياتكم المارونية تتذكروا انكم بتتماهوا مع لبنان. ايدنتيفيكيشن، اوعى يا موارني ما تكونوا انتو لبنان هو طيفتكم الاساسية او كل تاريخكم. كلام خطير ومسؤول للموارني اليوم. وكان لافت بالعشاء الحضور الكبير لكل الأحزاب والتيارات المسيحية، وكان الراعي التقى وفد من حزبي الكتائب والقوات اللبنانية لمدة 25 دقيقة. من مدينة فول ريفر بولاية ماساتشوستس، سامي بيتموني، عبد الحلو، LBC.